بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجي دلوقتي معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا، بتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. في كمان فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، في فرص أمطار خفيفة على خليج السويس وأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة وإيه كمان المناطق اللي هيكون فيها أمطار، لأن خصوصا إن احنا بقالنا كذا يوم في ارتفاع طفيف درجات الحرارة، ما عدناش بنحس بالجو فيه برودة بالليل قوي زي قبل كده. هو بالفعل يمكن احنا من الأسبوع الماضي واحنا بنشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية، وده بسبب إن في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير وخاصة في المناطق الشمالية، كمان بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد إن احنا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة. أجواء فترة النهار بالفعل هتكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سواحلنا الشمالية، أجواء حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فور غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هو مش ملموس أكثر غير في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، يعني هو الانخفاض بيبدأ تدريجي في قيم درجات الحرارة، نيجي مع أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر نحس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. وطبعا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة الموجود في الجو ووجود المرتفع الجوي، الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير خلال فترة الصباح الباكر هي الشبورة المائية موجودة معانا على مدار الأسبوع الماضي، ومتوقع أنها تكمل معانا على مدار هذا الأسبوع. شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن توصل أحيانا في بعض المناطق لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤية الأفقية على الطريق بيوصل لأقل من 1000 متر، يمكن كمان أحيانا في بعض الأماكن كان عدم الرؤية الأفقية مع الشبورة المائية الكثيفة. ومع تكونها بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا حتى الساعة 7-8 صباحا معانا الشبورة المائية الكثيفة، وتدريجيا مع سطوع أشعة الشمس بتبدأ الشبورة المائية بتختفي، بتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق بشكل تدريجي، بالإضافة كمان فرص الأمطار موجودة معانا اليوم، يمكن بالأمس كانت موجودة معانا بشكل كبير على بعض الأماكن الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر، وأدى لتشكل بعض السيول على الطرق المؤدية من وإلى سفاجة، كان في أمطار متوسطة ورعدية، ده متوقع إن هو يستمر معانا اليوم، لكن كميات أمطار اليوم هتبقى أقل، هتبقى أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بنات، الغردقة، المناطق الموجودة كلها في سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة كمان بعض المناطق من جنوب سيناء باستمرار عليها الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية، وكمان بعض المناطق من خليج العقبة، وقد تمتد الأمطار خفيفة لمناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس. دي الأمطار بتاعة اليوم هتكون على فترات طبعا متقطعة من اليوم، يمكن فرص الأمطار مستمرة معانا على مدار هذا الأسبوع كله. طيب، باختلاف من يوم للتاني الأماكن وشدة المطر. أنا بس عايزة أسأل على المرتفع اللي حضرتك بتقولي إن إحنا متأثرين بيه، هل يتلاشى وهيختفي إمتى آثاره علينا؟ إن شاء الله مع يوم الثلاث اللي جاي هيبدأ يأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المصرية
منخفضه ومتوسطه، ويمكن ده هيعمل على وجود فرص الامطار على المناطق الساحليه. مع يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله هتبدا الامطار تبقى موجوده على السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، وهتكون امطار خفيفه الى متوسطه وهتكمل معانا لنهايه الاسبوع، وان شاء الله ساعتها هنبدا نحس بانخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره. هي مش هتبقى ملحوظه لان متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى تكون 29 درجه مئويه، يعني بانخفاض درجتين عن اليوم، وده هيساعد على ان احنا نحس ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض. بس حتى لو بتفرق فعلا شويه، بتفرق خاصه صحيح. كمان ان هنحس ان نسب رطوبه هتقل لان المنخفض الجوي بيوزع رطوبه في طبقات الجو، وخصوصا ان احنا كمان بنتابع مع حضرتك يوميا يعني اخبارنا في حاله الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 31، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 32، 21، الاسكندريه 29، 21، العلمين الجديده 28، 21، مطروح 27، 19، دمياط 28، 22، بورسعيد 28، 22، اسماعيليه 32، 21، السويس 32، 22، العريش 30، 21، كاترين 25، 14، طابا 31، 23، حلايب 31، 24، شلاتين 33، 24، شرم الشيخ 33، 23، الغردقة 33، 23، الفيوم 33، 20، بني سويف 34، 19، الوادي الجديد 36، 21، أسيوط 34، 20، سوهاج 35، 21، قنا 36، 23، الأقصر 37، 23، وأخيرا أسوان 37، 24. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، لكن نتوخى الحذر جدا من الشبورة المائية اللي بتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دين. شكرا.